تحت رعاية الأستاذ عبد الحليم علام نقيب محامي مصر ورئيس التعليم العام للعرب والأستاذ محمد عبد الوهاب عضو النصابة العامة للمحامين وجميع أعضاء مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية إن احنا نستقبل معاكم المحاضرات التصحيحية القانونية وإن شاء الله تكون محاضرة مفيدة لحضراتكم. النهارده طبعا انتوا قريتوا الاعلان فانتوا بيقولوا توقعين دكتور فرج علي هيتكلم عن تعديلات في قانون المرافعات وبيسعدنا وجود المستشار صلاح رفعت نائب رئيس محكمه النقد وهيعمل تعليق على بعض الاحكام الهيئه العامه والمستندات اللي هي بتبقى مطلوبه عند رفع النقد. ان شاء الله تبقى محاضره مفيده وهنبدأ بدكتور فرج علي. بسم الله الرحمن الرحيم. صفوة يا جماعة كده. بسم الله الرحمن الرحيم وفي الاستعين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الحقيقة أنا سعيد بوجودي دايما وسط إخواتي وزملائي وبتوجه الشكر للنقيب العام أستاذنا عبد الحليم علام والأخي العزيز الأستاذ عصام عادل على مجهوده الواضح والبارز حقيقة ربنا يعرف ذلك حسناته وأتشرف إن أنا أرحب بأخي ورفيق قلبي المستشار الدكتور صلاح رفعت نائب رئيس محكمة النقد. يعني الحقيقة التعاون ما بين القضاء وما بين المحاماة هو اللي بيأتي ثماره وبتحقق الفايدة في الجميع. بالنسبة يا جماعة للموضوع اللي إحنا هنتكلم فيه النهارده الموضوع مهم ويعتبر التعديل الاخير اللي احنا هنشرحه النهارده بتاع قانون المرافعات اللي هيبدا السريان من اول اكتوبر السنه دي 2024 تعديل جديد وتعديل حيوي وتعديل المشرع اتبع فيه معيار ما اتبعوش في التعديلات اللي هي عدت. وانا فضلت الحقيقه ان احنا لازم ندي نبذه ولو بسيطه نوضح الوضع الحالي اللي هو موجود والقواعد بتاعه النصاب القيمي اللي ساريه حاليا ومعمول بيها لان زي ما احنا هنشوف القانون ما لغاهاش كليا لا دي هتفضل ماشيه على حالات احنا هنوضحها بالتفصيل. فكان لازم ان احنا نوضح في الاول ايه هو الوضع اللي ساري حاليا طبقا لقواعد الاختصاص القيمي واللي هي هتفضل موجوده معانا ونوضح مبادئ عامة هي لما نذكرها اللي هتوضح لنا وهتلقي الضوء أكتر معاكم على التعديل ده. مبدئيا بوجهة عامة التعديل الجديد ده يا جماعة بالقانون رقم 157 لسنة 24 اللي احنا شايفين واللي منشور في الجريدة الرسمية العدد 27 مقرر دال 10/7 سنة 24 قام بتعديل النصاب القيمي والنصاب الانتهائي للمحاكم. ليه المشرع بيعدل كل فترة النصاب القيمي وبيرفعه بحيث بنلاقي بعد التعديل ان جزء من المنازعات بعد ما هي كانت داخلة في اختصاص المحكمة الابتدائية اللي هي طبقا لقانون المرافعات المحكمة صاحبة الاختصاص العام. يعني اي واحد فينا عايز يروح يرفع دعوة على طول بيروح يرفعها قدام المحكمة الابتدائية الا ما استثنية بنص خاص. في نص خاص بيقول لك لا القضية دي قيمتها كذا فبتروح بيها المحكمة الجزئية أو بتروح بيها جهة قضاء تانية. فالمعروف في قانون المرافعات إن قواعد النصاب القيمي اللي يعني هنتكلم عنها اللي بتحدد كل محكمة مختصة بدعاوى معينة ليها قيمة معينة. قواعد النصاب القيمي دي من النظام العام. يعني ما يبص الخصوم يروحوا يتفقوا عليها من تلقاء نفسهم بالمخالفة للنص وما يبص ان القاضي يحكم على خلاف القواعد دي يبقى حكم مخالف للنظام العام. دعوة اترفعت قدام المحكمة الجزئية بطريقة خطأ وقيمتها مليون جنيه والقاضي حكم فيها. لو تم الطعن بالاستئناف يا جماعة في الحكم ده قاضي المدني المستأنف لازم من تلقاء نفسه يطبق القاعدة المتعلقة بالاختصاص القيمي وهو نفسه يلغي الحكم ده ويرجعها تاني المحكمة الجزئية لأن قاعدة الاختصاص القيمي من النظام العام. وفي الاختصاص الولائي، الاختصاص الولائي ده بتتوزع المنازعات ما بين جهات القضاء المختلفة اللي في الدولة.
منازعات بيخص بيها القضاء العادي اللي هو صاحب الولايه العامه بتاسمات المحاكم الجوات جزئي وابتدائي واستئناف، وفي المنازعات اللي بتخص بيها محكمه القضاء الاداري دي جهه قضاء منفصل. برضو قواعد الاختصاص الولائي بتوزيع الدعاوى ما بين جهات القضاء المختلفه اللي في الدوله برضو متعلقه بالنظام العام. قواعد الاختصاص المحلي الاصل العام فيها ان هي مش متعلقه بالنظام العام، عشان كده بنلاقي في العقود تم الاتفاق ما بين الاطراف على ان الاختصاص ينعقد لمحاكم كذا، ما بقولش ان قيمه النزاع هتنعقد لمحاكم كذا لانه متعلق بالنظام العام، لكن الاختصاص المحلي عشان من الاقدر ان انا اتفق مع الطرف الثاني على المحكمه المختصه يجوز، ما عدا طبعا بعض الدعاوى زي الدعاوى العينيه العقاريه دي لازم تترفع في مكان العقار. يبقى القواعد الاختصاص القيمي والاختصاص الولائي متعلقه بالنظام العام. التعديل اللي احنا هنشرحه النهارده انصب على قواعد الاختصاص القيمي، يبقى تعديل متعلق بالنظام العام، دي نقطه مهمه لازم احنا نعرفها، يعني ما يجوزش ان حد يخالفه ولا انت ولا خصمك ولا المحكمه. طيب الوضع دلوقتي اللي هو حاصل ان احنا لما بنيجي طبقا لقواعد الاختصاص القيمي اللي تحكمنا دلوقتي يا جماعه اللي هي ساريه دلوقتي، دي قواعد قانون المرافعات اللي صدر بقانون 13 لسنه 68 وفقا لاخر تعديل ليها بقانون 91 لسنه 20. طبقا للتعديل ده المحكمه الجزئيه في نصاب اختصاص وفي نصاب انتهاء. نصاب الاختصاص بيساعدني ان انا اعرف المحكمه اللي هرفع فيها الدعوه في البدايه هي اي محكمه اللي مختصه قضيه. ما دام لقيت الدعوه اللي انا هرفعها مش مندرجه في نوع معين من الدعاوى، القانون قال ان في محكمه معينه ارفعها فيها، يعني زي دعوى صحه التوقيع ايا كانت قيمتها ارفعها قدام المحكمه الجزئيه، دعوى متعلقه بقانون ايجار الاماكن ارفعها قدام المحكمه الابتدائيه ايا كانت قيمتها، يبقى القضيه اللي انا هرفعها كمحامي مش مطبق عليها قواعد الاختصاص النوعي، يبقى اركن قواعد الاختصاص النوعي على جنب واطلع قواعد الاختصاص القيمي اللي هي موجوده. قواعد الاختصاص القيمي اللي ساريه حاليا طبقا للتعديل بتاعها بتقول ايه؟ فيها قواعد اختصاص وفيها قواعد بتحدد النصاب الانتهائي. القواعد اللي بتحدد نصاب الاختصاص بنرجع لها امتى؟ وانا رايح للمحكمه برفع الدعوه في الاول. الدعوه لو قيمتها 100,000 فاقل برفعها قدام المحكمه الجزئيه. قيمتها 100,000 وواحد او غير قابله للتقدير برفعها قدام المحكمه الابتدائيه. يبقى ده نصاب الاختصاص اللي بحدد بيه قيمه الدعوه وانا رايح المحكمه عشان ارفعها، لو هي مش مندرجه في اختصاص نوعي لاي محكمه، يبقى انا كمحامي هشتغل عليها بقيمتها، برفعها يا اما جزئي يا برفعها ابتدائي. نصاب الاختصاص بنرجع له في البدايه. طيب صدر حكم في القضيه من المحكمه الجزئيه او من المحكمه الابتدائيه. برجع ليه بقى؟ عشان عايز اطعن او خصمي هيطعن ضدي، برجع ليه؟ برجع لقواعد النصاب الانتهائي. بشوف بقى انا كنت طالب كام قدام المحكمه وانا برفع الدعوه والمحكمه حكمت بكام. قواعد النصاب الانتهائي بنطبقها عند نهايه النزاع. هي عند حكم فيه، هي اللي بتحدد اقدر اطعن فيه ولا ما اقدرش ان انا اطعن فيه. لو الحكم الصادر من المحكمه جزئيه وقيمة المبلغ اللي أنا كنت طالبه أقل 15,000 فأقل يبقى الحكم انتهائي. انتهائي يعني ساعة الحكم ما صدر أنا مش من حقي إن أنا أستأنف الحكم دوت. المحكمة الابتدائية لو أنا طالب مبلغ أقل من 100,000، ودي بتحصل بقى في الدعاوى اللي فيها اختصاص نوعي، لان افترض لو اقل من 100,000 المحكمه الجزئيه، لكن لا في دعاوى اقل من 100,000 المحكمه الابتدائيه بتختص بيها اللي هي ايه؟ اللي هي مثلا مختصه باختصاص نوعي زي دعاوى اللي ناشئه عن تطبيق قانون ايجار الاماكن. لو انا طالب الدعوه انا طالب اقل من 100,000 يبقى الحكم هيبقى انتهائي، يعني ما اقدرش ان انا اطعن فيه قدام محكمه الاستئناف. ده نصاب الاختصاص بنجرب عن رفع الدعوة، وده النصاب الانتهائي اللي بيساعدني اعرف هل يجوز ان انا اطعن في الحكم بتاع المحكمة الجزئية او الابتدائية بالاستئناف ولا لا. خلصنا من النزاع قدام محكمة اول درجة. نقلنا قدام محكمة الاستئناف سواء انا اللي طاعن او سواء خصمي اللي طاعن.
عشان اقدر اطعم بالنقط. في حاجه تانية اسمها نصاب بيتوتا. نصاب بيتوتا ده بيحدد لي الحكم هيبقى بارد وقت ما صدر واقدر اطعم فيه بالنقط ولا ما اقدرش. النصاب ده حاليا يعتبر 250 الف جنيه. لو المنازعه قيمتها 250 الف جنيه فاقل، اللي صدر فيها حكم محكمه الاستئناف حتى لو مخالف للقانون او في خطا في تطبيقه وتاويله وفي عيوب كتير، لكن العيوب دي المشرع ربطها بان يكون النزاع صادر في حدود قيمه معينه اللي هي 250 الف فاقل، يبقى لن يجوز الطعن بالنقط. 251 الف او غير قابله للتقدير يحق لي ان انا اطعن في الحكم بطريق النقط. ده الوضع اللي هو ساري حاليا، قلنا هيفضل ساري لغايه 1/10، هيفضل ساري كمان قدام زي ما احنا هنوضح. يبقى الحكم الابتدائي اللي صادر من محكمه اول درجه سواء من المحكمه الجزئيه او سواء من المحكمه الابتدائيه هو الذي يحق لي ان انا اطعن عليه بالاستئناف كطريق طعن عادي. الحكم الانتهائي اللي صدر من المحكمه الجزئيه او من المحكمه الابتدائيه في حدود نصابها الانتهائي، الحكم ده بنسميه حكم انتهائي مش نهائي. النهائي اللي صدر من محكمه الاستئناف بعد ما كنت طعنت او فوتت انا او خصمي مواعيد الطعن بالاستئناف وعدت المده وبقى نهائي. لكن الحكم الانتهائي، الحكم ده يا جماعه لحظه ما صدر من المحكمه اقل من النصاب اللي احنا لسه قايلين عليه فلا يجوز الطعن فيه بالاستئناف. ده الوضع اللي هو ساري دلوقتي. التعديل بقى قال ايه؟ التعديل زي ما احنا شايفين بقى عدل القيمه دي قال ان الماده 1 تستبدل عبارتين 200,000 بعباره 100,000 جنيه وعباره 30,000 جنيه بعباره 15,000 جنيه. في اللغه العربيه يا جماعه وفي السيره التشريعيه في نقطه مهمه ناخد بالنا منها لما نقرا اي تعديل، حرف الباء بيدخل على المحذوف. يعني المشابع زي ما بيحصل في كل تعديل في النصاب الكريمي او حتى في الجنائي بنعلي قيمه الغرامه، تستبدل عباره 200,000 بعباره 100,000، الباء تدخل على المحذوف. يبقى انت بتقرا التعديل بعباره 100,000 نعرف ان 100,000 هي تتشال. منين ما الاقيها في اي ماده من المواد اللي القانون قال عليها 41 42 43 47 او في المواد ديت، دي هشيلها واحط مكانها ايه؟ 200,000. عباره 15 وعباره 30,000 تستبدل بعباره 15,000 جنيه. يبقى طبقا للتعديل الصادر بقانون 157 لسنه 24 المحكمه الجزئيه هيبقى النصاب بتاع الاختصاص بتاعها هيبقى 200,000. الميه بقت كام؟ بقت 200,000. يبقى انا وانا برفع الدعوه لاول مره قدام المحكمة عايز اطبق قواعد الاختصاص القيمي وعايز اعرف طبقا للتعديل انهي محكمة اللي مختصة طبقا للتعديل الجديد. لو انا هرفع دعوتي من بعد 1/10/24 قدام المحكمة القضاء العادي هعرف ازاي؟ حاجة لأي محكمة بشوف قيمتها. لو القيمة 200,000 جنيه فأقل هروح المحكمة الجزئية. 200,000 جنيه وواحد أو غير قابلة للتقدير هروح المحكمة الابتدائية. ما دي أول حاجة في التعديل اللي هيتطبق من أول 1/10/24. نيجي للنصاب الانتهائي، عايز أعرف بعد الحكم ما صدر هل يحق لي إن أنا أعمل فيه طعن بالاستئناف ولا لأ؟ أرجع للنصاب الانتهائي، عايز أشوف إيه مكان. ال 15,000 بتاعت المحكمة الجزئية بقت 30,000. وعندنا النصاب الانتهائي بتاع المحكمة الابتدائية ال 100 بقت 200. يعني لو انا طالب 200,000 من المحكمه الابتدائيه، طلب واحد طلب تعويض او طلب فسخ عقد او طلبين مجموعهم 200,000 وخسرت الدعوه، مش من حقي ان انا استأنف الحكم دوت. ليه؟ لانه صادر في حدود النصاب الانتهائي. لو انا رحت وطعنت بالاستئناف بنلاقي قلم كتاب محكمه الاستئناف بيدفعك امانه عشان انت بتطعم في حكم صادر في حدود النصاب الانتهائي، وخصمك بقى هنا بيدفع بايه؟ عدم جواز نظر الاستئناف لان الحكم صدر في حدود النصاب الانتهائي، الحكم قيمته قليله فالمشرع منع الطعن فيه. نيجي لمحكمه الاستئناف، الاحكام اللي هتصدر منها بعد 1/10/2024 بس بشرط ان يكون الدعاوى رفع بعد 1/10
مش هيطبق عليها بقى النصاب بتاع البيتوتة القديم اللي هو 250 ألف، يبقى 250 ألف في أقل لا يجوز الطعم، أو 251 ألف أو غير قابل للتأديل أطعم بالنقد. لا، المشرع نص قال وعبارة 500 ألف بعبارة 250 ألف، البيت دخلت على إيه؟ على 250 ألف، يبقى 250 ألف دي هنشيلها وهيبقى النصاب بتاع البيتوتة كام؟ 500 ألف واحد فقط، يعني 500 ألف فأقل لن يجوز ليك إن أنت تطعم بالنقد. ده كده يعتبر تعديل، ودي القيمة وضحنا إيه توزيعها من حاجة. النقطة المفصلية والهامة والجديدة واللي المشرع اتبعها في التعديل ده، ودي ما حصلتش في قانون المرافعات قبل كده خالص، إن بدل ما كان متبع معيار إن النصاب القيمي الجديد ده، كل التعديلات اللي عدت كانت بتقول إن المحاكم بتحيل من تلقاء نفسها الدعاوى اللي هي منظورة أمامها ما دام إن لم يصدر فيها، ما دام لم يتم حجزها للحكم، يعني لم يتم قفل باب المرافعة. حتى بالمناسبة الطريف إن السؤال ده جه للطلبة سنة تالتة السنة دي، إمتى قواعد النصاب القيمي بتطبق على المنازعات اللي هي سارية أمام المحاكم؟ المفروض إن لو قضيتك مرفوعة قدام المحكمة متداولة والقاضي حجزها للحكم وحجزها للحكم في ظل القانون القديم قبل التعديل، لكن جلسة الحكم تأخرت والحكم هيصدر إلى ما بعد التعديل، اللي بيطبق إيه؟ بيطبق القانون الساري اللي بيحكم المنافع وقت القاضي محكم، يعني بتطبق قواعد القانون القديم حتى لو الحكم هيتأخر صدوره إلى ما بعد الحكم هيصدر في ظل القانون الجديد العدل الاختصاصي. لا، بيسري القانون اللي هو القاضي قفل باب المرافعة في ظله، حتى لو صرح بإيداع مذكرات بدل ما فتحش الباب، لكن لو فتح باب المرافعة بعد كده في ظل القانون الجديد هيطبق القانون الجديد، لكن لو قفل في ظل القانون الجديد هيسري. لأن هنا بقى هو اللي كان ساري طول السنين اللي عدت طول مراحل التعديلات. القاعدة الجديدة يا جماعة اللي المشرع اتبناها في التعديل ده مش القاعدة بقى بالسلام الفوري للقيمة الجديدة اللي احنا شفناها اللي المشرع قال عليها، لا. المشرع قال في نص المادة الثانية ايه؟ يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون. طب ازاي انت عدلت النصاب القيمي؟ وازاي مخلي الدعاوى اللي هي اترفعت تم رفعها قبل 1/10/24 يستمر نظرها المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون أمام المحاكم المنظورة؟ يبقى هنا يا جماعة المشرع طبق قاعدة جديدة ناخد بالنا منها، وهي قاعدة العبرة بتاريخ رفع الدعوة. يعني عندنا دعاوى رفعت قبل 1/10/24، الدعوة دي هتفضل تحكمها قواعد الاختصاص القيمي عند رفع الدعوة وقواعد النصاب الانتهائي وقواعد البيتوتة عشان تدعم بالنقد على القانون قبل على القانون على وضعه، التعديل لن يسري عليها. التعديل ده هيتطبق مش على الدعاوى اللي هتتأجل وهي مرفوعة قبل 1/10/24 والقاضي هيصدر فيها حكم بعد 1/10/24 وتخش في التعديل الجديد، لا. العبرة هنا بتاريخ رفع الدعوى. لو انت رفع دعوتك قبل 1/10/24 القواعد القديمة هي اللي هتتطبق. لو دعوتك اترفعت بعد 1/10/24 يبقى هتطبق القواعد الجديدة. يعني اضرب مثلا واحد دعوته مؤجلة من ولأنها مرفوعة من قبل من المرفوعة في سنة 24 قبل 1/10 وبيطبق عليها القانون الجديد. الدعوة اتأجلت لآخر 24 دخلنا بعد 1/10 اتأجلت لسنة 25. الدعوة دي صدر فيها حكم وانت كنت طالب يا مدعي 300,000 جنيه تعويض مثلا، والدعوة دي اخدت رفض، هل من حقي اطعم بالنقد يا جماعة ولا لا؟ حد يقول لنا ليه؟ لان الدعوة مرفوعة قبل 1/10/24، لو كنا دبرنا القانون القديم لا، دي الدعوة مرفوعة قبل كده، لكن ده في تعديل بيسري من اول 10، التعديل ما قالش بيسري واثر فوري على الدعاوى المنظورة، قال لا ده انا بسري على نوع معين من الدعاوى اللي هي قاعدة العبرة بتاريخ رفع الدعوة الجديدة، ان الدعوة اللي مرفوعة بعد 1/10 هي اللي هيطبق عليها اللي المبدا المبدا بتاع 500,000، لكن الدعاوى المرفوعة قبل كده ده اللي يطبق عليها. طيب الدعوة فضلت مؤجلة، ممكن ان الدعوة بتاع المرفوعة بعد 1/10 سنة 24 يصدر فيها حكم
ويتطبق عليها القانون الجديد وتكون مثلا انت طالب 300، يعني واحد رافع دعوه طالب 300,000 قبل 1/10/24 وقضيته اتاجلت في الحكم في سنه 25 سمعنا لسه ايه، واحد تاني رفع قضيته 25/10/24 القضيتين متاجلين مع بعض، ده طالب 300 وده طالب 300 هيتحكم فيهم سنه 25. القاضي اما يجي يبص مش هيطبق القانون زي ما كان بيطبق الاول، لا ده انتوا الاثنين مش من حقكم تتعرضوا للنقض. ليه؟ ده نصاب البيتوته كان 250,000 وانتم طالبين 300، دلوقتي النصاب اتعدل بقى 500، ولا انت من حقك تطعن ولا هو من حقه يطعن، يعمل طعن بالنقض ويفاجئ ان هو ايه؟ انت اخذ عدم جواز، الكلام ده مش هيحصل والراجل مش هيعمل كده. اللي هيحصل ان القاضي هيبص لتاريخ رفع الدعوه الاولانيه كام؟ لو لقى ان هي مقامه 23 22 او سنه 24 لكن قبل 1/10 هيبص كده للدعوه وهو راجل رفع عدته امتى؟ لو قضيته مرفوعه قبل 1/10/24 يبقى لا، حتى لو انت طالب 300 القاعده اللي كانت بتطبقها وقتها كانت بتقول لا ده 251,000 وواحد 251,000 من حقك ان انت تعمل طعن بالنقض، يبقى الاولاني رغم ان الاثنين يا جماعه طالبين نفس المبلغ والاثنين ممكن يكونوا في نفس الدائره ويتحكم فيهم في نفس اليوم، الاولاني اللي طالب 251,000 ده اللي من حقه ان يطعن بالنقض والطعن بتاعه هيتقبل لانه تجاوز النصاب بتاع البيتوته والقانون كان بيجزده ان هو يطعن بالنقض. الثاني اللي دعوته بعد 1/10/24 وهيتحكم بيها برضه مع زميله او الخصم الثاني في نفس الرول بتاع الاحكام وفي نفس الجلسه، القاضي هيديله عدم جواز. ليه؟ لان القاعده المطبقه عليه بتقول العبره بتاريخ رفع الدعوه. تعالى انت بقى يا صاحب القضيه الثانيه، قضيتك مرفوعه بعد 1/10/24، القاعده اللي بتحكمك بتقول قضيتك بدل مرفوعه بعد 1/10/24 يبقى انت ما مش من حقك تطعن بالنقض لان مبلغك ولو 300,000 اقل من ال 500، يبقى القاضي هيحكم بايه؟ القاضي هيحكم بعدم جواز نظر الطعن. طيب خلصنا من الدعوه هنا قدام اول درجه وعرفنا هيبقى وضعها ايه قبل التعديل ووضعها ايه قبل التعديل، وعرفنا النصاب الانتهائي هيبقى وضعها ايه واحنا بنستأنف، وعرفنا لو هنطعن بالنقض هيبقى الوضع ايه. طيب اترفع الطعن بالنقض يا جماعه والقضيه راحت محكمه النقض في دعوة مرفوعة. الناس مثلا احنا خدناها هنكمل بيه عشان ايه هيوضح اكتر. القضية راحت قدام محكمة النقض والمحكمة نظرت الطعن بالنقض ولقت الأولاني ليه حق ونقضت ورجعت رجع تاني قدام محكمة الاستئناف. والتاني برضه اتنقض ورجعت القضية. محكمة الاستئناف بعد الإحالة محكمة النقض رجعت وأحالتها هتطبق برضه نفس القواعد اللي هي اتطبقت الاول. يا جماعه احنا ممكن نبقى سنه 2030، لا هتطبق عليك برضه القواعد اللي هي ماشيه من 1/10/24 اللي بتحكم قضيتك، ده هيفضل وصف ملاصق للقضيه وماشي معاها طول السنين، حتى لو اتحكم فيها بعد 2030 النقض بيغيب واتحكم بالنقض والاحاله لمحكمه الاستئناف. دايما انت او خصمك والقاضي هنركز ان نشوف العبره بالدعوه دي رفعت امتى. في حين ان الطعن الثاني اللي هو ممكن يتنقض ويرجع محكمه الاستئناف مش هتطبق عليه القواعد القديمه، لا هتطبق عليه قواعد القانون الجديد المعدل. حتى لو القضيه القديمه مثلا اللي قبل 1/10/24 سبقت الجديده، لان ده وصف هيبقى ملاصق للقضيه نفسها. في نقطه مهمه انا اتوقع برضه ان هي ممكن تحصل. احنا دلوقتي لما بنعمل طعن بالنقض لازم نثبت السبب بتاع الطعن بالنقض. لازم بنى على الحكم بسبب معين، لازم ان انا اقدم الحكم اللي فيه الكلام ده، لازم اثبت قدام المحكمه ان القيمه ان الطعن المبلغ اللي انا بطعن فيه دوت يا ريس ده قيمته داخله في حدود متجاوزه حدود نصاب البيتوته، فمن حقي ان انا اعمل طعن بالنقض. الاحكام لما كانت بتطلع بتاعت اول درجه بالذات زي ما احنا عارفين بيتكتب كده عباره فيها بموجب صحيح الدعوة موقعة من محامي، ساعات الوضار كانوا بيكتبهم مودعة بتاريخ كذا، كان بيثبت لي جوه الحكم نفسه المحامي راح رفع الدعوة بتاعته امتى، بيذكر السطر ده فين في البيان وبيقول تاريخ رفع الدعوة امتى. البيان اللي كان بيتذكر عرضاً ده انا متوقع ان البيان ده بقى مهم طبقا للقاعدة الجديدة اللي التعديل حطها، لان ما دام المشرع ربط قبول الطعن بتاعي انا
بتاريخ رفع الدعوة، يبقى لازم عشان طعن يتقبل لازم أثبت قدام القاضي إن طعن ده مرفوع عند 1/10/24. لو أنا خدت الصورة الرسمية من الحكم بتاع محكمة الاستئناف، وبرضه ملزم إن أنا أجيب زي ما صراحة هيقول لكم دلوقتي حكم من محكمة أول درجة، البيان ده لازم يكون مذكور فيه إن الدعوة بموجب صحيح الدعوة مقدمة من المحامي ورفعت بتاريخ كذا. القاضي لازم يذكر تاريخ القيد في الحكم بتاع أول درجة عشان أوري محكمة النقض إن قضيتي مرفوعة قبل 1/10/24، فبالتالي أستفيد إن الطعن بتاعي قبل. لكن لو بقى صادف إن القاضي وفي أحكام بتطلع بتقول كده بموجب صحيح الدعوة موقعة من المحامي أقام المدعي الدعوة دي وطلب كسر، هنا بقى القاضي ما قالش دعوتي أنا مأيدها إمتى ولا رفعها إمتى. طيب المشكلة اللي بنقولها دي هتحصل في الدعوة المرفوعة 24 بالذات. القاضي ممكن لو بص ولقى إن تاريخ الجدول 23 سنة 23 مدينة الكلية أو مساكن أو سنة 22 معروفة إن القضية دي بيطبع عليها القانون القديم، لأن رقم الجدول بيدل لو مرفوعة بقى لو مرفوعة سنة 25 القاضي مش محتاج برضه البيان دوت، هيطبق قواعد القانون الجديد اللي هو 157 سنة 24. لكن لو الدعوة قدام القاضي مكتوب إن هي سنة 24، السنة دلوقتي جزء منها 10 شهور طبعا عليهم التعديل القديم و10 من 1/10/11 لغايه 31/12 الدعاوى اللي هتترفع بعد التاريخ ده بيطبع عليها القانون الجديد. يبقى القاضي لو ذكر في الحكم بتاعه بموجب صحيح في الدعوه موقعه من المحامي طلب كذا وسكت عن التاريخ، لو انا رفعت الطعن بتاعي قدام محكمه النقض وأديت الاحكام دي، طب القاضي هيعرف ازاي انت رفعت دعوتك في ظل انهي قانون عشان اول مفترض في نظر الطعن اعرف الطعن دوت جائز اقبله في القيمه مقبوله متجاوزه صوره بيتوتا ولا مش متجاوزه؟ حد يقدر يقول لنا الحل هيبقى ايه؟ من عريضه الدعوه بيبقى واضح فيها رقم انهي عريضه؟ هو لو موجود في الحكم تمام؟ أصل العريضة بيبقى ثابت فيها رقم القضية وتحتيها مؤرخة في كذا، يبقى طبعت كذا. الله ينور عليك يا أستاذ. الصحيفة نفسها بتاع الجدول عليها ختم في الدايرة وفي الجلسة محددة لنظرها وفيها التاريخ اللي أنت أودعت فيه الصحيفة، يبقى هو ده تاريخ الإيداع، هو ده تاريخ الدعوة، هو ده المعول عليه. يبقى أنا دلوقتي طبقا للتعديل الجديد انضاف على كأن احنا كمحامين عشان الطعن بتاعنا يتقبل ان احنا لازم نجيب يا اما شهاده بتاريخ الايداع، لكن الاسهل ان انا اجيب صوره الصحيفه نفسها اللي موجوده اللي عليها ختم الجدول بيفيد تاريخ الايداع. ده هيثبت قدام محكمه النقض ان طعني اترفع قبل 1/10/24 وبالتالي تطبق عليا قواعد الاختصاص القيمي قبل التعديل. يعني يا ريس انا لو طالب 300,000 لا ما تديش عنها جواز، ده انا الطعن بتاعي متجاوز ال 250,000 اللي هي القيمه قبل التعديل، فانا كده من حقي ان الطعن بتاعي ان هو يتقبل. في نقطه مهمه، في حكم طلع من الهيئه العامه بخصوص القضايا بتاعه الاجازات. انت بتصادف ان انت كنت بترفع الدعوه بتاعتك وكنت بتقول على العامل ان انا بطلب العامل بيرفع القضيه بتاعت الاجازات وما هوش عارف القيمه بتاعت الاجازات قد ايه، فبنقول بنطلب المقابل النقدي لرصيد الاجازات. في دوائر من محكمه النقض يا جماعه بتقول ان هنا تعتبر ان الدعوه دي غير مقدره القيمه. هنا الراجل لما رفع القضيه هو مش عارف كام، ما حددش مبلغ. وفي دوائر ثانيه بصت لسنايا الطعن وسنايا القضيه نفسها وقائعها قدام محكمه الموضوع، لقيت ايه؟ يا اما ان الشركه المدعى عليها بتقدم بيان بالاجازات، يا اما ان هي بتروح خبير، فتلاقي نفسك في اول درجه في نهايه القضيه بعد الخبير او بعد ما تاخد تصريح وتجيب بيان الاجازات ونقدر نعرف الايام بتاعتك اترجمت لقيمه نقديه قد ايه. هنا يعتبر ان الدعوه اتقدرت، فانت حتى لو انت وقت الطلب وقت رفع الدعوه هي غير مقدره القيمه لكن امكن انها تتقدر بعد كده. النقطه بتاعت القيمه دي كان ليها انعكاس قدام محكمه النقض. العامل او الحكم مثلا لو اخذ رفض بيعمل طعن بالنقض بيقول يا جماعه ده انا طلباتي غير محدده القيمه، ده انا طالب المقابل النقدي لرصيد اجازتي ومانيش محدد مبلغ لان انا مانيش عارف الايام بتاعتي قد ايه ومانيش عارف قيمتها قد ايه.
فيبقى هنا طلب غير قابل للتقدير يبقى بيقبلوا الطعن بتاعي بالنقط. في دوائر تانية من محكمة، في دوائر أولى قبلت الطعن بتاعه بالنقط وطبقت المبدأ ده، فعلا هو مش عارف وده غير قابل للتقدير وقت رفع الدعوة فاعتبر إن الطعن مقبول. في دوائر تانية قالت لا، وإن كانت القضية عند إقامتها في الأول غير محددة القيمة، غير محددة القيمة ومش عارفين قيمتها كام، لكن بعد تداول الدعوة أصبح من الممكن تقدير المبلغ ده. أنت رفعت في الأول ما أنتش عارف كام، لكن لما راحت خبير حسب ليه كذا يوم ضربهم في الأجر بتاعك طلعنا لك مبلغ معين، يبقى كده وإن كانت في بدايتها غير قابلة للتقدير لكن بقت قابلة للتقدير بعد كده. اتجهت الاحكام الثانيه قالت لا، عدم جواز نظر الطعن. اتعرض الموضوع على الهيئه العامه لمحكمه النقض، رجحت الاتجاه الثاني قالت لا، ده ما دام هي مش مرفوعه في في في, في الاول بقيمه محدده لكن امكن تحديد القيمه دي بعد كده، ما دام القيمه اتحددت يبقى احنا بنعملها وبنطبقها فين؟ واحنا بننظر الطعن بالنقض بعد كده. لو جينا بصينا يا جماعه بقى للمادتين اللي فاضلين في التعديل هنلاقي حاجه كامل احنا بنقوله بقى يا جماعه. سنده ايه؟ سنده نص الماده الثانيه. احنا شرحنا في الماده الاولى التعديلات ووضحنا القيم القديمه كانت كام والقيم الجديده بقت كام. الماده الثانيه قالت ايه بقى؟ صراحه يستمر نظر الدعاوى المقامه قبل العمل باحكام هذا القانون امام المحاكم المنظوره امامها لحين صدور حكم بات. يبقى انا بشرح دلوقتي ايه اللي خلاني قلت لكم ان القيمه دي هتفضل معانا في النقض، والقيمه دي هتفضل معانا بعد النقض والاحاله، وهتفضل كمان معانا لو حبيت تعمل طعن بالنقض انت او خصمك لتاني مره في الحكم الصادر من محكمه الاستئناف اللي بتنظر القضيه بعد حالتها من النقض، لان النص صريح قال ايه؟ استمر نظر الدعاوى لحين صدور حكم بات. الحكم النهائي هو الحكم الحكم البات والحكم الصادر من محكمه النقض. اللي خلاص استقرت واستنفذ طرق الطعن العاديه وغير العاديه. الحكم النهائي اللي استنفذ طرق الطعن العاديه فقط اللي هو الاستئناف. التعديل قال ايه؟ قال لي حين صدور حكم بات. يعني تفضل قواعد النصاب القيمي دي لازقه مع الدعوه وملاصقه ليها والقاضي يطبقها والخصم يراعيها لحين ما يصدر حكم بات. يعني تفضل الدعوه المرفوعه عند 1/10/24 متطبق عليها نفس القواعد لحد القضيه ما تخلص من محكمه النقض لاخر مره او حكم الاستئناف يصدر ما يتمش الطعن بيه فيصير الحكم النهائي حكم بات. ده ايه؟ الظرف الزمني اللي التعديل حطه. الفقره بقى الثانيه كان مكتوب ايه؟ وفقا للاوضاع والاجراءات وطرق الطعن الساليه وقت رفعها. قالها بقى صراحه هنا. قال ايه؟ الاوضاع والاجراءات وطرق الطعن الساليه وقت رفع القضيه. يعني القضية اللي انت هترفعها قبل 1/10 هتفضل اوضاعها واجراءاتها بتحكمك وعلى الاساس القيمي اللي سارية انت وقت رفعها. ما قالش وقت الحكم فيها، ما قالش وقت سريان هذا التعديل. يبقى التعديل وصف للقضايا اللي قبل 1/10 بقت العبرة بتاريخ قاعدة العبرة بتاريخ رفع الدعوة هي اللي تلخص التعديل ده. المادة الرابعة المادة الثالثة يا جماعة قالت ايه؟ يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. القاضي بقى اتفاجئنا بعد 1/10 ان خصم ليك عدم درايه منه او تعمد او القاضي بطريقه سهوه كلنا بشر حكم بعدم اختصاص اي دعوه منظوره وقال لك لا، ده عدم اختصاص والحاله لمحكمه ثانيه لان قواعد التعديل خرجت الموضوع ده من الاختصاص بتاعه. لا، الشرع قال يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. يبقى القاضي لو حكم بعدم الاختصاص وطبق القواعد دي من بعد 1/10 على قضيه مرفوعه قبل 1/10 في ظل القانون القديم والذي لا يسري عليها التعديل، يبقى هنا من حقك تستأنف وتطعن. ويترتب عليه حاجه ثانيه، المحاكم هتفضل تنظر الدعاوى زي ما هي كل قضيه بالعبره بتاريخ رفعها. بطبع في اول 10 هتفضل منظوره قدام المحاكم محدش هيجي وهنطعن على قواعد القانون القديم. اللي هترفع بعد 1/10 مش هتتحال لانها هتترفع ابتداء قدام المحكمه المختصه عربي. يا رب تكون وضحنا الصوره كامله وسعدنا بوجودكم وسعدكم مع اخي العزيز المستشار صلاح الدين. طيب بعد اذن حضرتك استفسار. كان المعتاد واللي احنا شغالين عليه بالنسبه للماده الثالثه ان لو المحكمه حكمت بعدم القصاص والاحاله فكان المحكمه المحال لها واجب عليها ان هي تتصدى في الوقت ده. هيقول حضرتك عن المحكمة هيقول اللي هي المحكمة محكمة المرور ومحكمة الطعن
حكمت الموضوع؟ لا حكمت الموضوع. اه عندنا من المحكمه حكمت، حكمت المحكمه بعدم اختصاص المحكمه طبيا والحالة، واحاله الى محكمه اخرى اللي هي المفترض هي مختصه. كان في الوقت دوت واجب على المحكمه اللي هي تتصدى. اه الوقت ده بقى وفقا للتعديل ده هيلغى بقى وفقا لنص الماده الثالثه، مش واجب عليها ان هي تتصدى. مع حضرتك يا استاذ محمد في نقطه، عندك ماده في قانون المرافعات بتوجب على المحكمه المحال اليها اذا تم الطعن في الحكم بعدم اختصاص انها ما تطلبش. لو المحكمه احالت بطريقه، لو المحكمه احالت في محكمه مختصه مفيش مشكله. هو الغالب اللي هيحصل يا جماعه عشان نوضح الصوره، التعديل قال ايه؟ التعديل قال المحكمه الجزئيه بعد ما كانت 100 بقت كام؟ بقت 200. يبقى الاتجاه دايما كل ما تعديل نصاب كبير بيحصل القضايا بتتحال من الابتدائي بتنزل على الجزئي. ليه؟ الجزئي كانت 100 بقى ليها سلطه اكبر، بقى بتطلب رفعات اكتر، فهتلاقي دعاوى انت كنت رافعها قبل 1/10/24 مرفوعه فين؟ مرفوعه قدام المحكمه الابتدائيه، المحكمه الابتدائيه مرفوعه قدامها قضيه بقت قيمتها كام؟ 200,000 او 150,000، كانت معديه ال 100,000 وقت ما اترفعت فدخلت في اختصاصها. لكن بعد التعديل الجديد بقت اقل من 200,000، فهتلاقي الابتدائي هيحيل للجزئي. بعد واحد المفروض بقى ان هي هتحيل، هتروح القضايا فين؟ هتروح القضايا على الوضع القديم، لان مفيش حاله على القانون الجديد. المفروض ان هي كانت هتحيلها للمحكمه الابتدائيه، كانت هتحيل للمحكمه الجزئيه. لو الحكم صح خلاص، لو الحكم فيه خطا سواء اختصاص كيمي او اي حاجه، الخصم بيطعن في حكم عدم الاختصاص. لو انت طعنت فيه يترتب عليه ان المحكمه المحال اليها الدعوه ما بتنظرش الموضوع، والقضيه بتتوقف وقف وجوبي لحين ما يتبت في مساله الاختصاص. مساله الاختصاص مساله اوليه لازم يوصل فيها قبل الموضوع، نشوف المحكمه راح تبقى مختصه ولا لا. لما يتبت في الاختصاص بقى اللي انت عامل عنده طعن الاستئناف، يبقى ايه؟ يبقى نشوف بقى القضيه هترجع تاني تكمل قدام المحكمه الجزئيه ولا المحكمه الاستئنافيه هتلغي وتقوم وديها تاني المحكمه المختصه فعلا. ده الكلام اللي هو كان بيحصل. فاحنا لو ما طعناش يبقى هتتصدى. لو لم يتم استئناف، وزي صاحبي ما قال، لو لم يتم استئناف الحكم عدم الاختصاص، يبقى حكم الاحاله يا جماعه ملزم للمحكمه المحال اليها الدعوه حتى لو غلط. حكم بتاع عدم الاختصاص ملزم للمحكمه المحال اليها حتى لو غلط. انا بتكلم على الوضع القديم، الوضع اللي انت بتتكلم عليه، لكن على الوضع الجديد ما فيش احاله. انت على الوضع الجديد لو انت قصدك حضرتك لو المحكمه ما الجديده بعد 1/10 ما خدتش ولا بالتعديل، لا لو المحاكم يا جماعه بعد التعديل دوت وما فطنتش ان التعديل دوت بيسري على الدعوى المرفوعه بعد 1/10، ورغم كده قالت لك ده التعديل ده من اول 10 واحاله الدعوى القديمه اللي احنا رافعينها قبل اول 10/24، يبقى الحكم ده هيلغي. ولو زي الاستاذ محمد ما قال، لو المحكمه الابتدائيه ده اللي هيحصل غالبا، المحكمه الابتدائيه هتحيل القضايا بتاعتها للمحاكم الجزئيه. القانون ما قالش تحيل، لان النص الماده الثانيه قال ايه؟ نص الماده الثانيه قال صراحه يستمر نظر الدعاوى المقامه قبل العمل محكمه في القانون. يعني معناها يستمر نظر الدعاوى التي رفعت قبل 1/10/24 امام المحاكم المنظوره امامها. هي صدور حكم مات فيه وفقا للاوضاع والاجراءات وطرق الطعن الساريه وقت رفعها، يبقى ما فيش احاله. لو المحكمه بقى اخطات بعد 1/10 وقال لك لا ده مبلغك داخل في اختصاص المحكمه الجزئيه ما بقاش تبع عنك قضيه ابتدائي، يبقى هنا من حقنا قبل المحكمه الجزئيه ما تنظر ان انا اطعن في الحكم دوت. لو ما حدش طعن بقى زي صاحبي ما قال وفضلت المحكمه الجزئيه المحكمه الجزئيه بتنظر قضيه محللها من الابتدائيه وحكم الاحاله غلط، هنا هيصدر حكم عادي. لكن يعتبر زي ما قلنا في الاول، هنا في مخالفه صريحه لقاعده متعلقه بالنصاب القيمي، ودي قاعده متعلقه بالنصاب العام. يبقى لما يتعمل بقى طعن في الاستئناف في الموضوع هتطرح النقطه دي، والحكم لازم ان هو هيلغى، بل المحاكم هتتصدى من تلقاء نفسها، لان مساله الاختصاص القيمي متعلقه بالنظام العام، ما يجوزش للمحاكم ان هي تخالفه. في حد عنده سؤال تاني يا جماعه؟ بعد اذنك.